أريغ بلان. دكتور محمد الرابح مشرفنا ومنورنا سيدي العزيز. صباح الخير سي حاتم، اهلا بيك ومرحبا بيك، توحشناك سي حاتم، مرحبا بيك ومرحبا بالشيخ ديفا ومرحبا بالساده المستمعين. اي هات نمشي للصحيح مع حضرتك، واحنا صحيح دائما وابدا ناخذوه من عند حضرتك. اولا يا مواطن نقول لك مارس حياتك اليوميه العاديه واشري اللي تحب، لانه فما اجهزه جمعت من اجل سلامه المواطن في مقتنياته الكل، اللي ياكلهم واللي يشربهم والدنيا الكل. هل هذا صحيح ولا لا دكتور؟ وكذلك سي حاتم، اولا بارك الله فيك من تحت الفرصه، لانه فما شويه كلام يدور. هو احنا التوجه نتاع الدوله التونسيه هو معناها وصول للمستوى عالي من حمايه في علاقه بالسلامه الصحيه، وهذا كما ذكرت انت مش تجميع كل هيكل الرقابه في هيكل وحيد. وتعرفوا انت توا الهيكل هذا يبدا ويعمل معناه يقوم بنشاطه على احسن ما يرام على المستوى المركزي على المستوى الجهوي الى غير ذلك. وتعرف انت سي حاتم اللي احنا المؤشر الكبير اللي نتبعه به مدى سلامه المنتجات اللي تم توزيعها في السوق والمورده هو اما النوعية في علاقة بالتحاليل، وكذلك تسجيل بعض البؤر نتاع التسممات الغذائية الجماعية. والحقيقة اللي نحب نطمن به السادة المستمعين والناس الكل هو أنه راهو كل ما يتم توزيعه في مسالك التوزيع التونسية راهو مراقب في كل المستويات في كل المراحل. احنا نرجع للتلاع وهل الغلة شوف في كل مراحل في كل المراحل نراقبوها، وهو كذلك احنا فما مواد ما تشوفهاش بالعين المجردة، وفما مواد اللي تظهر. من بين المواد اللي احنا نتبعوها في علاقة بالسلامة هي كل المدخلات اللي هي كل المبيدات اللي تم استعمالها الى غير ذلك، وهذايا نثبت فيه من خلال البحث على الرواسب في المادة النهائية. يعني هات نمشيو للدلاعة اللي هو موضوع الساعة دكتور محمد الرابحي. التوانسة قالوا الدلاعة مريض يسقيوا فيه مياه غير نظيفة، وإلا المبيدات اللي استعملت. انتم أعطينا الإجابة من المصدر شوما. المصدر سي حاتم هو أنه الدلاع اللي يتم ترويجه سليم 100%، ما فيش حتى مشكلة في علاقة بسلامة المنتوج من ناحية جرثومية ومن ناحية الفيزيوكيميائية. وهذا راهو مش بالكلام، لأنه احنا في كل موسم يتم هكل تحديد هكل مجالات التدخل ويتم تبويب الأولويات. احنا الأولوية في الفترة هذه تعرف انت فترة خصوصية نتاع الصيف، وبالتالي نتجه نحو هكل المواد اللي يتم استهلاكها واللي ولينا نعتبروها ذات استهلاك واسع، وهذا يتم التركيز عليها سواء كان على مستوى المصدر او على مستوى المراحل اللي يمر بها ونحلوا الى غير ذلك. وناهيك وانه الدلاع بصفه خاصه احنا اغلب المنتوجات هي تمر عبر السوق السوق بير القصعة. هذا الولايات الكل احنا يتم قطاع عينات ونعرفوا حتى منين جايه ويتم تحليلها الى غير ذلك. وبالتالي العنصر الأساسي اللي احنا نتبعه به مدى سلامة المنتوجات ومدى المخاطر اللي يتعرض لها المستهلك هي التسومات الغذائية. تعرف انت التسومات الغذائية الجماعية هي ذات تبليغ إجباري، يعني ديكلاراسيون اوبليغاتوار، وما فماش حتى طبيب سواء كان في القطاع العام في القطاع الخاص إلى غير ذلك معناه ماهوش مجبور باش يبلغ التسمم الغذائي الجماعي. وهذايا احنا والتسمم الغذائي الجماعي وقت اللي يصير بالطبيعه ما ينجمش يتخبى، لانه باش تجينا الديكلاراسيون وباش نعملوا هك العمليات الاستقصائيه والبحوث اللازمه سواء كان في علاقه بالظروف اللي تم فيها التصنيع والا الانتاج والا وفي الاخر نعملوا هك التحاليل باش نشوفوا نوعيه الماده الغذائيه الاخيره. يعني الحقيقه نطمن التوانسه الكل اللي راهو المنتوجات اللي تم ترويجها مش كانت دلاع، كل المنتوجات حتى المنتوجات اللي تجي من برا
تقراه ولتمر بمسالك التوزيع الرسمية راهي مراقبة 100% وما صدنا حتى منتوج ينجم يدخل تونس وهو ماهوش مطابق. نعم دكتور محمد رابحي معك في المسألة. لحد الآن ما لاحظناش معناها وضعيات متاع الجماعية متاع التسممات غير، لكن هناك جدل حول طبيعة المدخلات والمبيدات والعناصر المضافة للماء والغير. ما يخفش عليك ما ثم ناس قولك ثم دي برودوي يستعملوا ترجع الدلاعة حمراء في 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 وقت وجيز. احنا قاعدين نتابعوا هذا على مستوى الانتاج او لا؟ خاطر قاعد يدور وانت اكيد تسمع فيه وتشوفه هذا. وهو كذلك وهو كذلك سي خليفة، احنا ما تعرف هذه تدخل في مجال هك الملوثات الدقيقة، والملوثات الدقيقة هذه ما وما نجموش نشوفوها بالعين المجردة، هو نتبعوها من خلال البحث على مستوى المخابر هكا ولا. وبالتالي احنا العمليات هذه رو نسمعوها، ولكن احنا ما نقعدوش نكتفين دينا، ناخذ وكل نقطع العينات ونتبعوا إلى غير ذلك، والحقيقة ما شفناش. احنا راهو اذا فما منتوج فيه خطر او نحس به غير امن الا ويتم التدخل، اما من خلال حجز وقتيا ومن بعد ثبت والا حجز فعليا. يعني هنا بالنسبه تعرف انت الشيخ خليفه الكلام هذا نسمعه فيه كل سنه، في كل عام نسمعوه الكلام هذا، معناه كأنه ولا في كل موسم دلاع أو بطيخرة تخرج المعلومة هذه يعني. ولكن الحقيقة احنا سواء كان في علاقة بالإنتاج يعني على مستوى السقي، تعرف انت فما المياه المستعملة الغير معالجة هي ممنوعة من عباس، المياه المستعملة المعالجة والمعاد استعمالها لأغراض فلاحية، ثم مواد معينة نسمحوا بسقيها من خلال التراتيب الوطنية. وبالنسبة للدلاع والبطيخ والهذي ممنوع من عباس، وبالتالي الفرق اللي هي تدور على مستوى قاعدي على مستوى يعني أماكن الإنتاج إلى غير ذلك، وفي أغلب الحالات هي فرق مشتركة من الناس الكل فلاحة أمن صحة إلى غير ذلك، والحقيقة ما عناش مشكل توا اسمه دلاع. وبالتالي لو كان جرخيص احنا نتصور انا الناس كل تاخذ، ولكن توا حسب سمعت حتى بكري سي توا على خاطر غالي خرجوا الحكايه هذه خدنا على خاطر غالي يذل ما من حقيقه الدلاع توا غالي برشا نشوفوا احنا اللي دلاع الصغيره ما اقلش من 5 كيلو وما تكلف لك 7-8 ساعات، معناها حاجه إذا كان طف بنا ربي هذاك 7-8 ألف من 10 ألف فما فوق. سيدي دكتور محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكرا على كل هذه المعطيات، ونبقوا متواصلين من أجل إيصال المعلومة الصحيحة ومن مصدرها للسادة المستمعين والمشاهدين.